قبل ما اقول لك يا صحاب الحدوته تبدا، لو مش هعمل لايك فادعس ام اللايك، عشان احنا النهارده هنحكي لك الحدوته بتاعه توماس بوكنشيلبي. اعمل سبسكرايب ولايك وكومنت وشير، ويلا بينا نبدا. الحدوته بتبدا بالصحاب، وبنشوف واحد صيني كده بيجري هو وبنته في السوق، وبيكونوا بيهربوا من شويه ناس. بعدها بنروح وبنشوف توماس شيلبي وبيكون راكب على حصان، والناس كلها بتكون خايفه منه، بتفضل تجري وتهرب منه. وبعد كده هو واقف، بيجي عيله الراجل الصيني ده وبنته، بيفضل يكلمه وبيعرفه ان بنته دي ساحره. فتوماس بيطلب منها انها تعمل سحر الحصان بتاعه عشان يكون اقوى واسرع ويكسب في السباقات. بعد لما البنت بتعمل السحر بتاعها بتمشي هي وابوها، وبيقول توماس ساعتها لكل الموجودين معاد السباق. بعد كده الصحاب بيمشي وبيروح المكان اللي بقى العصابه قاعدين فيه، وبيلاقي عيل صغير بيقول له ان ارثر متعصب جدا. بيدخل توماس وبيقابل اخوه الكبير واللي اسمه ارثر، اللي احنا لسه سامعين هو متعصب جدا. ولما بيعرف اللي حصل بيكون متضايق جدا من توماس، عشان هو بيتصرف من دماغه، عشان هما مش هيقدروا ينافسوا الصينيين، وكمان هو ما خدش اذن من بيلي كيمبر اللي هو اساسا مسؤول عن تنظيم سباقات الاحصنه. وتوماس بيقول له ان هو حاول على قد ما يقدر ان هو يجمع فلوس، بس يعني انت فاهم الدنيا. بيفضلوا بعد كده يتكلموا شويه، وبيمشي توماس وبيقول له ارثر ان هو هيعمل اجتماع عائلي بالليل عشان يشوف الموضوع ده. بعد كده بنشوف واحد راكب قطر بيكون معاه ملفات عن توماس شيلبي وكم واحد كمان. بنشوف بعد كده واحد اسمه فريدي لما عمال مصنع معين، وعمال يكلمهم ويحمس فيهم كده ان هم لازم ياخدوا مقابل كبير جدا على الشغل اللي هم بيعملوه. والعمال طبعا بيتحمسوا وبيفضلوا بقى يصيحوا من الحماس اللي هم فيه. وبعد كده بنشوف عمك توماس دخل لبار وهو بيشرب كده، بيجي له فريدي وبيفضل يتكلم معاه، وبيكون باين عليهم ان هم مش طايقين بعض، وان هم كانوا مع بعض في الحرب في فرنسا. انت بص كل شويه هتلاقي عمك توماس عنده حاجتين بس موجودين، الا وهو ان هو عمال يشرب سجاير طول ام المسلسل، تاني حاجه ان هو كل شويه لازم يفكرنا ان هو كان في الحرب بتاعت فرنسا، الثالثه اللي هو اوريدي بروكن. ما علينا. بعد كده الصحاب بيكون فريدي بيقول له ان في حاجات اتسرقت من لندن ليها علاقه بالدوله، واسمين احنا الاثنين متجف الحاجات دي. فتوماس ساعتها بيقول له انا ما اعرفش حاجه عن اللي انت بتقوله ده، وانا ما سرقتش حاجه اصلا. بعد كده بيدخل عليهم واحد اسمه داني، وبيكون الراجل ده بحاله نفسيه سيئه جدا، ومفكر ان هو هيتقبض عليه بسبب ان هو متاثر بالحرب اللي هو كان فيها. فتوماس ساعتها وفريدي بيمسكوه بيهديه توماس، وبيقول له ساعتها ان هو مش هيحصل له حاجه وحشه يعني، وبيسيبه ساعتها ويمشي. بيروح بعد كده فريدي بالصحاب عشان يتكلم معاه بقى، ويقول له ان هو اللي بيحمي الناس هنا، فاهم انت والكلام ده. فتوماس ساعتها بيسيبه ويمشي. بنشوف بعد كده ان الراجل اللي كان معاه الملف بتاع توماس وصل البلد. بعدها بقى بنشوف بوليوم وتوماس بتضرب اخوه الصغير جون عشان هو نسى المسدس، وكان في طلقات والولد كان هيموتهم اساسا في البيت يعني. فيفضل ساعتها يقول لها ان هو خلاص مش هينسى المسدس تاني، بس اهم حاجه وحات امك يا حاجه بتقولي لتوماس. بعد كده بنشوف الاجتماع العائلي، وبيكون ارثر بيقول لعيله فيه في اتنين من بره البلد جم، اللي هم سكوت ولوف، وبيتكلموا عن السبب اللي خلاهم يجوا، وهو ان هم بيدوروا على الشيوعيين وهيقبضوا عليهم، بس في نفس الوقت ممكن يكونوا جايين لسبب تاني اصلا، وهو ان هم يقبضوا على عائلتهم، وبس في الاغلب بيكونوا مش فاهمين ليه اساسا. بعد كده بنشوف ان في ظباط منهم وصلوا عاملين بيراقبوا الجو في الشارع. وبعدها بنشوف توماس مع عمته في الكنيسه، وبتكون بتساله عن الظابط والناس اللي جايه المدينه من فرنسا، فبيقول لها انهم غالبا جايين عشان في حاجات مهمه اتسرقت من الجيش هناك. ولما بتساله اصلا يعني هو ايه الحوار من الاول، فبيقول لها ان هو كان بعت رجاله ومجموعه من العصابه بتاعته عشان بس يسرقوا شويه عجل للسيارات، كان في ناس محتاجاها، بس هم للاسف يعني هم هناك سرقوا اسلحه قيمه جدا وقويه وجابوها معاهم، يعني مش عارف هم عملوا كده ليه. وبيطلع ان هم مخبي اسلحه كلها في مكان امن، والست طبعا بتتخض وتتعصب كده، بتقول ان هو لازم يتخلص من كل الاسلحه دي في اقرب وقت ممكن قبل ان البوليس يجي ويفشخنا كلنا. فبيقول لها ما تلاقيش يعني حاجة، لما تخلص من الاسلحه هسيبها للشرطه عشان ما يكملوش تدوير بعد كده. بعد كده بنشوف واحده من عيلة توماس بتقابل فريدي في مكانه، بيكون من ورا اهلها عشان هي وفريدي بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا، ولكن اهلها رافضين. مش بعيد يعني لو عرفوا اساسا الموضوع ده يقتلهم هما الاثنين. بيفضلوا بعد كده بقى يتكلموا كلام محن وكده ورومانسي، وانا صراحه مرتي ما تستحملش. بعد كده الصحاب بنروح على الحانه، وبيكون في واحده اسمها جريس جايه عايز تشتغل في مكان كنادله عشان هما كانوا طالبين نادلات. فبيكون بقى صاحب الحانه مستغربه جدا عشان يعني شكلها نضيف ومتربي كده، ما يقولش يعني انها تشتغل في المكان ده. بيقول لها بقول لك ايه، امشي من هنا ما عندناش شغل. فبتقول له على فكره انا بعرف اشتغل الشغلانه دي كويس جدا واشتغلتها قبل كده كتير. وبتفضل بقى توريله نفسها وهي بتروق وتغني والبت مزه قوي يعني. المهم بيكون الراجل عجبه البت وانا كمان، وبيقول لها ان انت خلاص هتشتغلي معانا. اه يا بختك. المهم بعد كده بنشوف الضابط كيمبل وصل للمدينه، وبيروح ساعتها على المحكمه تقريبا، وبيفضل يتكلم كده كانه بيلقي خطاب على كل الموجودين في المكان، وبيفضل بقى يتكلم عن السلبيات والفساد واللي في المدينه واللي هم فيها دلوقتي، وقد ايه المدينه دي سمعتها سيئه. اه يا عالم يا ولد اللي واللي واللي واللي. بيقول بعد كده ان هو جاي هنا عشان ينظف الوساخه دي كلها، وعلشان هو واللي شغالين معاه لازم يساعدوه عشان يوقفوا العدح اللي بيحصل في البلد دي، وبيكون جايب معاه شويه ظباط جداد كده عشان يساعدوه عشان يوقفوا كل الفساد اللي بيحصل. بعد كده بنروح نشوف ان ارثر دخل السينما ومعاه بنتين كده، وقعد بقى واخد راحته والدنيا لذيذه قوي، لحد ما الصحاب لما بيجي ظباطه بياخدوه وبيضربوه جامد قوي يعني، بيضربوه بغباء يعني. بعد كده بياخدوه معاهم وبيدخل عليهم كيمبل وبيكلمه وبيقول له بقى ان هو لازم يوقف الفساد والكلام ده كله، وبيكون مفكر ان هو الزعيم بتاع العصابه اساسا بتاعت عيلته اللي هي البيكي بلايندرز عشان هو الاخ الاكبر بقى وكده، ولكن يا اسطى الحقيقه مش كده يعني اساسا، هتعرف دلوقتي. بعد كده الصحاب بيسالوا عن الاسلحه اللي اتسرقت وبيفضل يستجوبه، بس هو يعني بالاخر بيقتنع انه ما يعرفش اي حاجه عن السرقه دي. بيقول له بص خلاص انا مصدقك، بس لو ما تعاونتش معانا عشان نعرف مين اللي سرق الحاجات دي هعمل منك مفتيقه. بعد كده بيروح توماس عشان يشتري
خمر استغفر الله العظيم، يعني ما لناش دعوه بالحاجات دي من حنا. وبيلاقي هناك بقى جريس وبيكون مستغرب جدا، بيحس ان هو معجب بيها كده، وهي كمان بتحس بده، وانا كمان بحس بده، يعني ما تحسي بيا بقى جريس. وبيقول لها بعد كده ان انت لازم تخلي بالك من نفسك يا بنتي، الا لو كنت عاهره بقى يعني. فانت لو عاهره مش هيفرق معاكي. وبعد كده بياخد الازاز ويمشي. يا ابن الله انت شايفه فتاه ليل. يا جريس. ما عدينا مد جاب الصحاب بيروح لارثر اخوه وبيكون بيعالجه هو وامه اساسا، وبيقول له ارثر ان الضابط اللي جاي ده جاي عشان القضيه بتاعت الاسلحه، ولو ما لقاهاش هيعمل مننا كلنا عبره وهيسجننا وهيشقلطنا. بعد كده بيروح توبس لحنا تاني، وبتكون جريس واقفه بتغني وهو بيسمعها وبيحس كده ان هو معجب بيها، وانا كمان والله بحس بالموضوع ده. المهم بعد كده الصحاب بيروحوا بيناموا بيحلم بكابوس، ولما بيصحى بيلاقي نفسه نوم متراقب. بيروح بعد كده بالصحاب بتصور صاحبه المجنون اللي لسه الحرب مأثره فيه عليه لحد الان، وبيكون في واحد رافع عليه سكينه عشان يمشي من المكان بسبب الازعاج اللي هو عامله ده، فالراجل المجنون ده بيمسك السكينه منه وبيقتله. يلا تستاهل. بعد كده بيكون كيمبي بيتكلم مع حد في قضيه الاسلحه، وبيفضلوا بقى يتناقشوا في الموضوع ده. وبعدها بيكون الراجل المجنون ده عايز ان توماس يقتله عشان هو خلاص بقى تعب وقرف من الدنيا، وبيقول ان هو ياخد باله من مراته واولاده، وبعدها بيقتله توماس عشان يريحه من اللي هو فيه ده. بيكون ده طبعا بيحصل قدام مين؟ بالصحاب، قدام الضباط. بعد كده الصحاب بيقرر توماس ان هو يروح رجالته، بيقول لهم ان هم مش هيرموا اسلحه للبوليس وان هم هيستخدموها تاني. وبيكون بيتناقش مع رجالته، بس واحد منهم بيقول له خلي بالك بس انت بتلعب مع الحكومه وكمان هيتقبض عليك يعني، فخلي بالك. فتوماس ساعتها بيقول له بقول لك يا اسطى انت كده شويه، انا عارف انا بعمل ايه. بعدها بنروح وبنشوف كيمبل، وبنعرف ان البنت جريس اللي بتشتغل في حانه بتشتغل معاه، وان هو زرعها في وسطهم عشان تجيب له كل الاخبار اول باول. بيفضل بعد كده يتكلموا، وبتقول انها بعد الفتره اللي عادتها دي حاسه ان توماس هو رئيس العصابه، وان غالبا كده بقى بالصحاب السلاح موجود مع الجيش الايرلاني. تقول لي الايرلاني ده؟ اقول لك معرفش. المهم الصحابه تقول لي طب هي قالت كده ليه؟ اقول لك عشان توماس واللي معاه دول مشغولين مش مركزين في الحوار ده يعني. بس كيمبل بيقول لها ما اعتقدش ان انت بتقولي ده صح، ده هم بس كده بيتخافوا على عينيهم وان هم بيداروا عن اللي عملوه ده. فانا بص انا فاهم كل حاجه بس عامل نفسي اهبل، فانت لازم تكملي تدوير عن الموضوع ده يا بنتي، وتكملي شغلك عادي في وسطيهم هناك، وتعرفيني مع انهم معلومات كتير. بصي هظبطك يا بنت جريس. يا جريس. بعد كده بنروح لتوماس وبيكون قاعد وبيدخل عليه ارثر وبيقول له ان الحصان بتاعه كسب. وبكده بالصحاب كيمبلر مش هيسيبنا في حالنا. توماس بيكون مستغرب جدا ان هو متضايق ليه يعني، بالعكس المفروض تفرح لان شويه ناس رهنا الحصان بتاعنا المسحور ده وكسبنا شويه فلوس عنب قوي يعني. وبعدها بقى في السباق الجاي ناس اكتر هتراهن عليه وهنكسب فلوس اكتر بقى وهنتنجم يا عم الحاج، وهيفضل الموضوع يكبر بينا لحد ما هنفضل نكسب كل حاجه وكل الفلوس ما حدش يقدر يعمل لنا حاجه. وهدى بقى شويه قصر وحات امك وفكر بعقل وحات ابوك عشان ما طلعش ميتين امك. وما قالوش كده يعني، بس انا حسيت انه عايز يقول له كده. بعد كده بنشوف الراجل المجنون ده ما ماتش اساسا، وان هو كان بس مجرد تمويه عاملينه. وبيكون الصحاب بيهرب من مركب كده تحت انفال الارض. وبعد كده بيكون توماس قاعد مع عمته وبيراجعوا شويه حاجات كده، وبتساله عمل ايه في موضوع السلاح، فبيقول لها انا عملت الصح. وبعد كده الصحاب بيخرج من عندها، وهو ماشي في الشارع بيشوف جريس. جريس. بعدها بنشوف ان توماس واخواته راحوا لواحد صاحبهم كده اسمه ليو، وبيكون شغال زيهم كده مع عيله كبيره برضه، وبيكونوا اصلا عيلتين مش بيطيقوا بعض خالص اساسا، وبتبدا كل عيله تستفز الثانيه لحد لما بيبداوا ان هم يضربوا في بعضيهم كلهم، وبيكونوا طاحنين بعض اساسا. بنشوف ان في الوقت ده الشرطه بتقتحم البيوت في المدينه عشان يدوروا على اي دليل يعني اسلحه، وبيكون ده تحت امر مين يا عم الحاج؟ تحت امر كيمبل. بيكون برضه في الوقت ده ايه ده اخت توماس موجوده مع فريدي اساسا في البيت، وبيقدر فريدي ان هو يهربها قبل ما البوليس يوصل. بعد كده بيدخل البوليس عنده بيفتشوا البيت، وبيلاقوا ان في موجود في البيت روشته لحبوب معنى الحمل، ما اكيد يس مش انت اللي بتاخدها يعني. المهم بيفضلوا بعد كده يدوروا على السلاح، ولكنهم مش بيلاقوه، مش فارقه معاهم روشته الحمل، ان شاء الله تكون بتاخد يعني لبوس، احنا مالناش دعوه، المهم الاسلحه. بعد شويه بالصحاب بيوصلوا العيله بتاعت توماس، وبيلاقوا ان المكان كله فوضى اساسا، هم مش فاهمين اي حاجه. بتفهمهم بعد كده عم توماس ان الشرطه كانت بتدور على السلاح هنا، وان هم فهموا الناس ان العصابه بتاعتنا دي اللي هي البيكي بلايندرز موافقين على اللي حصل عادي جدا، وبتقول لهم ان انتوا لازم تطلعوا للناس عشان تكلموهم وتفهموهم ان انتوا هتسيطروا على الوضع وكله تحت الكنترول يا عم الحاج. بعد كده بتقول توماس الظابط كيمبل عايزك يا عم الحاج، وطبعا هو بيكون رافض عشان هو عايز لما يقابله يكون اقوى منه في الموقف يعني، وبيقرر ان هو يعمل موقف معين، وبيخلي الناس كلها اللي في الشارع والمدينه يجمعوا صور للملك بتاعهم ويحرقوها كلها. وبيجي بعد كده صحفي عشان يكتب على اللي حصل ده، وبعدها بيقولوا ان احنا مش بنحرق الصور دي عشان احنا كمهين الملك، لا 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 ابسولوتلي، احنا بس عشان عايزين نعبر عن قد ايه احنا متضايقين من اللي حصل هنا بسبب الشرطه. بعد كده بنشوف ان وزير بيتصل بالملك وبيقول له ان الملك غضبان جدا منك عشان انت السبب في ان الناس تولع في الصوره بتاعت الملك بسبب الهبل اللي انت قررت تعمله ده. بعدها بيقول له ان اللي قدم شكوى ده هو واحد اسمه توماس شيلبي، وبيكون كيمبل مش عارف يعمل ايه اساسا. وبنشوف ان ايدا بتعترف لعمتها انها حامل في شهرين، بس هي مش بتقول لها يعني هي مين اللي غلطت معاه يعني، او على بتقول ايه. بعد كده بيكون توماس بيتمشى بالحصان بتاعه، بيوقف واحد من الرجاله بتوعه وبيقول له ان عيله لي بعت طلقه محفور عليها اسمك، وده معناه ان هم هيصفوك يا عم الحاج. وبيكون عم ان توماس ممكن شيلبي قلقان من الموضوع ده، بس بيعرف يمسك نفسه كده ويستهدى بالله. وبعد كده بيتمشى تاني بالحصان بتاعه لحد لما بيقابل جريس. مزه جريس.
خالص. المهم بيفضلوا يتكلموا سوا، بيكون هو معجب بيها جدا وانا كمان معجب بيها، وبيقول لها انت شكلك نضيف قوي على الشغلانه دي يا بنتي. اه والله شكلك فعلا نضيف على الحاجات دي يا بنتي، انت مكانك يا بنتي مش في الحانه دي، انت مكانك في قلبي. المهم بيقول لها بعد كده ان هو هيديها فلوس تشتري فستان حلو وتيجي تتفرج على سباق الاحصنه اللي جاي. بعد كده ابو الصحاب بيروح، حمته بوري بتقول له ان اختك حامل. مبروك يا كبير، اختك حامل. فبيتعصب ساعتها وبيروح لقيت السينما وبيسالها مين اللي عمل كده يا بنت المره. فبتقول له فريدي يا ابي. المهم بيروح بعد كده هو البيت تاني بقى البولي، وبتقول له ان الحصان كسب في السباق تاني، وان هم كده عداوتهم بتزيد مع بيلي زياده وزياده. فهو بيقول لها انا عارف انا بعمل ايه وعارف ايه اللي بيحصل. بتتكلم بعد كده بولي معاه وبتتعصب عليه وبتقول له ان هو يسيب حوار ايه ده خالص، ملوش دعوه بيه وهي هتحله. فبيقول لها لو ما عرفتيش تحليه احل رطارتي او احل رقبتها من مكانها. بعد كده بيروح توبس لكيمبل وبيقابله في مطعم، وبيتفقوا ان اللي هيتم هم انهم هيتشاركوا في اعمال والبيزنس كتير جدا قدام مقابل كام شرط كده بسيط جدا من الشرطه. فيوافق كيمبل على التعاون ده وبيديله شويه حبوب منع الحمل بتاعت اخته، وبيساله هي اختك نظامها ايه يعني. فبيقول له انا خلاص يا اسطى اتصرفت معاها يعني، وهقرص ودانها والدنيا تبقى زي الفل يعني، ويستحسن انك ما تتكلمش في الموضوع ده اصلا عشان دي يا اسطى يعني انت فاهم الدنيا يعني دي اعراض يعني. المهم بيكملوا بعد كده كلامهم، وبيكون المفروض ان توماس هيسلم فريدي. فتوماس ساعتها بيقول له ان الشرطه بتاعتك ما تقربش ناحيه المدينه ولا تعمل اي حاجه من اللي انتوا بتعملوها دي زي الاقتحام اللي حصل، وان هم برضه يسيبوا الحيوانات في حالها وما يكسروهاش، وان هو هيشتغل بتوسع في شغلانه السباقات دي مع بيلي وهيكون بشكل قانوني، وان الشرطه ما تتدخلش في اي حاجه انا هعملها واي خطه انا هاخدها. فيعني ايه الدنيا تمام يعني. وبيقول له كمان ان مقابل ليه في كل ده هو ان الاسلحه اللي هو عايزها موجوده، ولكن اي اتفاق من دول لو ما تمش الاسلحه دي بالصحاب هتروح للجيش الايرلندي مش الفلنسي، وانت اساسا مهدد وعلى الشهر من بعد اللي حصل بسببك وحرق صور الملك، فانت خليك حلو معانا كده عشان احنا نكون حلوين معاك. وبيقول له كمان بص انا هعمل معاك تعاون، هخليك انت اللي تجيب الاسلحه بنفسك، اهو انت تكون اترقيت بدل ما تقع انت او تطرد من الخدمه ولا حاجه يعني، انا فاهم انت الدنيا ماشيه ازاي. وبيضطر ساعتها كيمبل ان هو يوافق في الاخر بعد العرض الكبير ده كله. بعدها بيكون توماس قاعد مع اخواته في الحانه، وبيدخل عليهم بيلي ومعالج جلته، فبيقعدوا ساعتها معاهم، وبيكون بيلي متعصب جدا ومعاه سلاح اساسا ومتضايق جدا منهم عشان هم نظموا السباق من غير علم، وان انا ممكن اطلع ميتين ابوك دلوقتي واقتلكم كلكم يعني. فتوماس ساعتها بيرمي له الطلقه اللي عيط ليه بعتها له، وبيقول له انا سمعت ان العيله دي بتسرق الفلوس بتاعت الرهانات بتاعتك، وبيقول له كمان انا وانت اعداء لنفس العيله، وان انا ممكن اخلصك منهم بمساعدتك عادي يعني فاهم، مصالحنا مشتركه يا عم الحاج. بيقول له كمان ان احنا ممكن نشتغل مع بعض في اداره السباقات، وان انت يا اسطى مش هتخسر طول ما انت معايا، ما تقلقش يا ابو الصحاب. وساعتها بيقول توماس بص يا اسطى انا معجب جدا بشخصيتك وبشغلك، وبيوافق بيلي على الموضوع ده. وبعد كده بيقول له احنا هنتقابل تاني عشان التفاصيل. بعدها بيقعد توماس ويقول لاخواته انا عارف كويس انا بعمل ايه، انا يا جدعان حلت في حرب فرنسا بقى انتوا فاهمين الدنيا. المهم صديقي نوقف لحد هنا، وانا اقول لك ان توتا توتا قصه الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، بس تشابني فولو على انستجرام، ما تنساش تعمل فولو لكريم وسام عشان هو اللي منشن الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد ناجي عشان هو كاتب سكريبت ده، وتخش على جوجل ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب، وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي اللي هي حسن فه، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته المصريه، وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده، وبعدها برضه وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج. وانا اسف ان انا تعبتك معايا، وبس كده جدع، سلام عليكم.